صباح الخير مرة تانية وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة وقراءة الأهم عناوين الصحف مع أستاذ محمود بكري الكاتب الصحفي رئيس تحرير التنفيذي لجريدة الأسبوع صباح الخير. صباح النور. نهارك سعيد. نهارك كل إن شاء الله. النهارده أعتقد معانا أخبار كثيرة مختلفة من عدة صحف أول خبر من جريدة الأهرام الصفحة الأولى الأزهر والكنائس يرفضون قانون دور العبادة الموحد الأهرام الصفحة الأولى أيضاً 60% من قوائم التحالف الديمقراطي لحزب الإخوان وإنقسام في الوفد. رفض التماس نور يمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة المصري اليوم الصفحة الأولى السلفيون يعلنون الحرب ضد الإخوان الصفحة الثالثة البرادعي الجيش طهر نفسه بحماية الثورة والتلفزيون محرض الصفحة الأولى انقسام في الوفد حول ترتيب المرشحين في القوائم الانتخابية والشروع الصفحة الأولى ضغوط الكونغرس لمنع المساعدات العسكرية لمصر شروق الصفحة الثالثة قضايا الدولة تبرئ محافظ اسوان من فتنة الماريناب والاهرام الصفحة الاولى مصدر مسؤول صفقة شليط في موعدها ولا مشكلة في عدد الاسيرات. طبعا اخبار يعني تتناول كل الاحداث تقريبا اللي عدت علينا الاسبوع اللي فات. <applause> نبدا بجريدة الاهرام والأسهر والكنائس يرفضون قانون دور العبادة الموحد ليه؟ هو طبعا امبارح عقد مؤتمر او اجتماع لبيت العيلة الفكرة اللي اطلقها الشيخ احمد الطيب <applause> شيخ الازهر وحضرها طبعا عدد من الرموز الاسلاميين والمسيحيين ايضا وكان الهدف منها بحث قضيه مثاره في المجتمع المصري بعد الاحداث الاخيره في ماسبيرو وهي قضيه بناء دور قانون بناء دور العباده الموحد طبعا من الواضح على ضوء ما طرح في اللقاء لقاء بيت العيله انه تم تطرق للقضيه من مختلف جوانبها وكانت هناك نصيحه من المجتمعين وده يمكن العبر عنه الدكتور مصطفى الفقي في التصريح اللي ادلى بيه بعد الاجتماع قال فيه بشكل واضح احنا ليه في وقت عندنا مشاكل كبيره جدا وصدور قانون بهذا الشكل بكل تعقيداته الخلاف حوالين مساحات بناء الكنائس وغيره سيؤدي الى مزيد من المشاكل في المجتمع المصري ولن ينتهي بين يوم وليله وبالتالي احنا عندنا حاجات جاهزه نشتغل عليها دلوقتي نطفئ لهيب النار المشتعله في المجتمع وبالتالي نحقق للمجتمع حاله من الهدوء والاستقرار تسمح بعدم حدوث نوع من التجاذبات سواء على القانون بم... بكل ما يحتويه من تفاصيل وهنا اتطرحت فكره انه وزاره الاوقاف في سنه 2001 كانت قدمت مشروع قانون بشروط بناء المساجد واضح ومحدد ليه ما يتمش الالتزام بهذا؟ م. بنفس نفس الوقت الكنائس اللي بتؤدى فيها الصلاه ترخص الكنائس المغلقه واخده ترخيص تتفتح طيب احنا ما عندنا حل سهل للمشكله ليه نفضل ندخل في تعقيدات؟ انا اعتقد ان الطرح اللي طرحه بيت العيله في هذا الاجتماع المهم العقد برئاسه الامام الاكبر فضيل الشيخ الازهر اعتقد انه مهم ويجنبنا الكثير من الجدل والخلافات في نفس الخبر اللي منشور في صحيفه الاهرام هناك تطرق للحديث حول ما جرى في المريناب مؤخرا طبعا. ودي قضيه في منتهى الاهميه خاصه التصريح اللي به نائب رئيس هيئه قضاء الدوله اللي هو مستشار لمحافظ اسوان ايضا في نفس الوقت واللي أكد فيه الكثير من الحقائق حول حقيقه بناء كنيسه المريناب طبعا هو حسب ما قيل هنا ان التصريح اللي اتبنت على اساسه كنيسه الماريناب كان طالع لكنيسه اخرى شرق النيل تبعد 35 كيلو متر من المريناب وهذا الكلام هو المنشور في الاهرام اليوم وان هذا الترخيص استغل وتم بناء عليه بدل ما تجرى المعاينه في خور الزق في لكنيسه رئيس الكنيسه الملك ميخائيل راحوا عملوا ده في المنطقة الأخرى غرب النيل في المريناب. طبعا بغض النظر عن هذا الجدل لكن المسألة كانت مطلوب تحتوى بشكل سياسي أكثر منه شكل إداري أو إجرائي. إحنا دائما ودي المشكلة اللي موجودة في مصر نفشل في إحتواء لهيب النار قبل ما يشتعل. كنا نتمنى هذه القضية في مهدها تدفن. لا يكفي التدخل الأهلي فقط كان مطلوب الجهات الرسمية تتدخل لمنع امتداد النار الى ماسبيرو والى القاهره والى العالم كله وبالتالي اظهار مصر وكان هناك فتنه بينما في الحقيقه ما فيش فتنه ولا حاجه مم. هناك بعض من يحاول زرع الفتنه, الفتنة في احشاء مم. المجتمع المصري لكن الملفت جدا في الخبر الكنائس ترفض قانون دور العباده الموحد مع ان في الفتره الاخيره سمعنا طلبات كثيره جدا من الاقباط باصدار هذا القانون هو طبعا ده لانه معلش لما بيبقى في كلام مم. سطحي غير ما يبقى فيه عمق في التفاصيل مم. أما تقرا التفاصيل وتتابع التفاصيل وتشوف هيبقى في خلاف حوالين هتاخد كام كنيسة بالقياس لعدد السكان اللي موجودين في مصر مسلمين والمسيحيين قد إيه للمسلمين وقد إيه للمسيحيين هتعملها فين وإزاي وإمتى وإيه الإجراءات التعقيدات دي كلها بتخلي إحنا في وقت إحنا في وقت مش مش محتاجين فيه ندخل في الجدل الكبير ده لكن إحنا في وقت محدد مطلوب نحل فيه المشكلة لو هذا الكلام اللي إتقال انه فتح الكنائس المغلقه وترخيص الكنائس التي تؤدى فيها الصلاه اتحلت المشكله واحنا عايزين ايه احنا عايزين نزود المشاكل, المشاكل احنا فقط عايزين نسكن الاوضاع ونمنع لهيب النار اللي بيشتعل كل يوم وبالتالي بيهدد بنيه المجتمع المصري كله صحيح الاهرام الصفحة الاولى ايضا 60% من قوائم التحالف الديمقراطي لحزب الاخوان وانقسام في الوفد طبعا التحالف الديمقراطي كان بدا ب 34 حزب فيها احزاب رئيسيه وفيها احزاب صغيره في احزاب م. كبيره في احزاب لا تذكر حزب الوفد كان السباق في اتخاذ قرار بالانشقاق عن التحالف طبعا نتيجة أوضاع داخلية في بنية حزب الوفد وطلب كثير من القيادات أن يكون الحزب محافظا على علمانيته وعلى ليبراليته على مدى تاريخه وبالتالي كان قرار انسحاب حزب الوفد يرجع إلى وضع داخلي في حزب الوفد أكثر منه اختلاف حوالين النسب أو أو التقييمات هياخد قد من المقاعد هياخد قد من القوائم رؤوس القوائم وهكذا لكن بعد انسحاب حزب الوفد اتفتح الطريق لكثير جدا من الاحزاب ان تختلف مع جماعه الاخوان خاصه لما راوا ان حزب الحريه والعداله يسعى للاستئثار بالكثير من رؤوس القوائم في غالبيه المحافظات او في غالبيه القوائم المدرجه وكذلك في المواقع الفرديه الكثير طبعا هناك ضوابط وضعت يعني زي مدونه سلوك وضعت حول تطبيق القواعد التي تنطبق على كل مرشح اذا كان يجتاز هذه القواعد سيقبلوا به ما يجتازهوش لكن مين اللي بيحدد ده اللجنه دي قدراتها في التحديد ايه؟ مين اللي مسيطر عليها؟ مين صاحب القرار فيها؟ بعض الاحزاب رات ان حزب الاخوان او حزب الحريه والعداله بيستاثر بنفس لنفسه على المواقع الرئيسيه في معظم القوائم بنسبه تكاد تصل من 60 الى 70% وبالتالي راوا ألا مكان لهم في هذه القياده او في هذا الدور ان يكونوا مرشحين اساسيين في قواعد مختلفه كثير من الاحزاب زي حزب التنميه والبناء بتاع الجماعه الاسلاميه مثلا كان بيرغب في ترشيح فوق ال 100 مرشح طبعا وجد انه لن يسمح له باكثر من اربع خمس ست مرشحين او سبع مرشحين حزب الحزب السلفي كانوا ايضا عنده رغبه في البدايه لكن وجد من انه لن يسمح له فخذ الطريق من اوله كثير جدا من الاحزاب اللي كانت داخله في التحالف الديمقراطي 34 حزب ان 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 حصلت الان الى 16 حزب ومعظم الاحزاب اللي داخله في التحالف الان هي احزاب صغيره احزاب ضعيفه احزاب غير مؤثره وبالتالي اصبح حزب الحريه والعداله هو صاحب النصيب الاكبر من التورته تورته الانتخابات القادمه وبالتالي سيكون له تواجد كبير جدا في الانتخابات وفي مجلس الشعب يعني ما تبقى في التحالف الديمقراطي دلوقتي 16 حزب 16 فقط. حزب فقط فقط من 34 م. حزب و60% من الاخوان يعني ممكن ف... الاخوان هم ه... لا <applause> تحالف الاخوان هم اللي هياخدوا الاغلبيه طبعاً, طبعا على الضوء ده على ده الاهرام صفحه الاولى رفض التماس نور يمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانيه والرئاسيه المقبله طبعا بالامس كان ايمن نور تقدم ب... هو طبعا حكم صدر ضده من 2006 في سنه 2009 هو تقدم صدر حكم نهائي من محكمه النقد بتاييد الحكم الصادر من محكمه الجنايات بحبسه خمس سنوات بتهمه تزوير توكيلات حزب الغد هو تقدم بالتماس للنائب العام بطلب اعاده محاكمته من جديد طبعا النائب العام مهمته ان يقدم او يحيل الالتماس الى محكمه النقد باعتبارها المحكمه المختصه أي. محكمه النقد نظرت بالامس في الالتماس واصدرت قرار طبعا ما نظرتش مباشره شكلت لجنه سبعيه من عدد من مستشاري محكمه النقد درست القضيه من كافه جوانبها واصدرت حكم نهائي بالامس برفض هذا الالتماس طبعا هذا الرفض يؤكد اكثر من معنى اولا طبعا جزء من المعركه الخاصه بقضيه ايمن نور الرئيس حزب الغد السابق كانت تقوم على انه ان هناك توجيه للقضاء في الفتره الماضيه باصدار مثل هذا الحكم. آه اليوم ثبت انه طبعا ليس لاحد لا في قضاء مصر ولا في الدوله المصريه الان ليس لاحد مصلحه في ان يصدر حكم ضد شخص آه بادانه او براءه دون دليل او دون حيثيه. وبالتالي الحكم الذي صدر هو حكم موضوعي آه منهجي يأخذ بأحكام القانون وده بياكد قاعدة أخرى أود التأكيد عليها دلوقتي وهي أن قضاءنا عادل قضاء المصري قضاء عادل لا يجب أن نشكك في القضاء المصري إطلاقا خلي القضاء المصري يمشي في سكته وخلي السياسة تمشي في سكتها خلينا نبعد القضاء عن صراعات السياسة لأن لو دخلنا القضاء في صراعات السياسة مصر كلها هتخسر ولن يستطيع أحد أن يأتمن لنفسه أنه قادر على أن يجد ملجأ يلجأ إليه في حالة إذا كانت لديه قضية أو مشكلة كبيرة طبعا على هذا الأساس ايمن نور سيمنع من ممارسه العمل السياسي طيله السنوات القادمه لن يرشح في انتخابات مجلس الشعب لن يرشح في انتخابات الرئاسه م. آه السلفيون يعلنون الحرب ضد الاخوان وحضرتك لسه يعني كنت بتعلق على هذي. اه طبعا مرتبط بده مرتبط موضوع القوائم والسلفيين شايفين انهم لهم وجود كبير وبيقولوا احنا لينا اغلبيه ساحقه في الشارع وبالتالي احنا سنواجه الاخوان في الشارع السياسي في الانتخابات البرلمانيه واعتقد ان احنا في منافسه ديمقراطية ما ينفعش ان احنا نقول نعلن حرب وما حرب. اعتقد ان في منافسة ديمقراطية انزل بقدراتك عندك وجود في الشارع عندك شعبية عندك جماهيرية اهلا وسهلا المناخ مفتوح بلدنا النهارده بلد فيها حرية واسعة طبعاً. وفيها ديمقراطية وما فيش حد ممنوع من ممارسة عمل السياسي ولا البرلماني ولا الانتخابي انزل وريني قدرتك في الشارع والحرب الحرب دي تكون حرب سياسية فقط نتمنى نتمنى طبعا لان احنا احنا مش ناقصين يعني في ظل الوضع اللي احنا فيه والبلد وظروفها والامن المهترئ والانفلات اللي موجود، م. نتمنى ان الكل يرتفع الى مستوى المسؤوليه ولا ان نستخدم لفظه اعلان الحروب ومش اعلان الحروب، احنا ب... في منافسه ديمقراطيه حره م. لازم كلنا نلتزم بالقواعد التي تحدد مصير بلدنا بشكل عاقل وموضوعي وبناء، اذا كان الحكماء السياسيين العقلاء م. هيقولوا حروب ويشعلوا حروب بينهم، امال المواطنين قاعدين في الشارع يعملوا ايه؟ صحيح